تعرف على رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز لها بعد شائعة طلاقها. حقيقة انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز. حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. القصة الكاملة لطلاق ياسمين عبد العزيز وزواج ريهام حجاجة. حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب ياسمين عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ياسمين عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تزعم طلاق ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي بعد نشوب خلافات حادة بينهما، ولكن العوضي رفض الوقوف صامتا أمام هذه الشائعات وسخر منها وأعاد نشر تدوينة تتناول الشائعة وعلق عليها عبر حسابه على الفيسبوك قائلا: اهدأ، أنا معرفش إلا من هنا. وبالرجوع لحساب ياسمين عبد العزيز على إنستغرام نجد أنها ما زالت تحتفظ بكل صورها معه، كما أنها لم تلغي متابعته، لتصبح كل هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وبدأت قصة حب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز خلال تصوير مسلسل لآخر نفس، حيث كان العوضي معجب بها، ومع مرور الوقت وقعت في حبه وقررا الزواج، ولكنهما اتفقا على عدم الإعلان خصوصا وأن علاقتهما لم تكن مستقرة بالبداية، وذلك وفقا لتصريحات العوضي. ولكن مع استقرار العلاقة قررا الإعلان عن زواجهما في شهر رمضان الماضي. ويؤكد العوضي أن طيبة ياسمين عبد العزيز سبب إعجابه بها وحبه الشديد لها. صورة حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. رد الفنان أحمد العوضي على الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن طلاقه من زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وسخر النجم أحمد العوضي من شائعة انفصاله عن النجمة ياسمين عبد العزيز وطلاقهما، حيث علق على صفحة ادعت ذلك عبر موقع فيسبوك بعدما أكدت أن العوضي طلق ياسمين عبد العزيز، وقال في تعليق: تصدق معرفتش إلا من هنا. وأعاد العوضي نشر منشور أحد المتابعين الذي أعلن طلاقه لزوجته معلقا عليه بنفس الطريقة الساخرة، مؤكدا أن الأمر مجرد شائعات لا أساس له من الصحة. وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز تغزلت في زوجها الفنان أحمد العوضي بداية الشهر الجاري، حيث نشرت صورة رسمية لهما عبر حسابهما على إنستغرام، وكتبت على الصورة قائلة: بطلي. ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها، وكان الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين ظهرا في أحدث صورة لهما معا مؤخرا من خلال الحساب الرسمي للفنان أحمد العوضي عبر إنستغرام، والذي شارك متابعيه بلحظات رومانسية يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة. واعتاد الثنائي على التفاعل مع متابعيهما من آن لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما أن نشر الصورة حتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيهما ممن حرصوا على كتابة التعليقات. وكان العوضي قد شارك في مسلسل الاختيار خلال السباق الرمضاني الماضي إلى جانب أمير كريرة ودينا فؤاد وسارة عادل ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عزة ومها نصار، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينيرجي. القصة الكاملة لطلاق ياسمين عبد العزيز وزواج ريهام حجاجة. تصدر اسم الممثلتين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاجة الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تسربت أول صور تجمع ريهام حجاجة ورجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين. وقبل انتشار هذه الصورة كان هناك قصة طويلة عن طلاق ياسمين عبد العزيز وعلاقة ريهام حجاج بالأمر، حيث تجاهلت الأخبار
وتجنبت الحديث عن أي أمور شخصية. نستعرض كل ما حدث في قصة طلاق ياسمين عبد العزيز وزواج ريهام حجاجة. فجأة وبدون مقدمات خرجت ياسمين عبد العزيز في منتصف شهر نوفمبر 2018 ببيان إعلامي لتعلن عن انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة والد طفليها ياسمين وسيف الدين، وأوضحت أن الطلاق وقع قبل عام. الغريب في الأمر أن ياسمين أعلنت أن الطلاق وقع قبل عام، في حين أنها قبل أشهر قليلة كانت ولأول مرة تنشر صورة لها مع زوجها وظهر وهو يضع قبلة على خدها، وبالطبع حذفت هذه الصورة فور إعلان طلاقها. وبعد انتشار خبر طلاق ياسمين عبد العزيز بدأت التقارير تتحدث أن سبب الطلاق هو الممثلة ريهام حجاجة، وقيل أن ريهام تزوجت من طليق ياسمين وأنه يشارك في إنتاج مسلسلها كارمن أول بطولة تلفزيونية لها. حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تزعم طلاق ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي بعد نشوب خلافات حادة بينهما، ولكن العوضي رفض الوقوف صامتا أمام هذه الشائعات وسخر منها وأعاد نشر تدويرة تناولت الشائعة وعلق عليه عبر حسابه على الفيسبوك قائلا: اهدأ، أنا ما أعرفش إلا من هنا. وبالرجوع لحساب ياسمين عبد العزيز على إنستغرام نجد أنها ما زالت تحتفظ بكل صورها معه، كما أنها لم تلغي متابعته لتصبح كل هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وبدأت قصة حب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز خلال تصوير مسلسل لآخر نفس، حيث كان العوضي معجب بها ومع مرور الوقت وقعت في حبه وقررا الزواج، ولكنهما اتفقان على عدم الإعلان خصوصا أن علاقتهما لم تكن مستقرة بالبداية، وذلك وفقا لتصريحات العوضي. ولكن مع استقرار العلاقة قررا الإعلان عن زواجهما في شهر رمضان الماضي، ويؤكد العوضي أن طيبة ياسمين عبد العزيز سبب إعجابه بها وحبه لها. أحمد العوضي يعلق على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز فماذا قال: انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات انفصال ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي بعد نشوب خلافات حادة بينهما، وسخر أحمد العوضي من هذا الأمر عبر صفحته على الفيسبوك، حيث قام بمشاركة كلام على إحدى الصفحات تقول إنه انفصل عن ياسمين عبد العزيز، وعلق ضاحكا: اهدى بجد، تصدق إني ما عرفتش إلا من هنا. وتصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ترند مؤشر البحث جوجل. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل تم طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.